راني كنت تلقيت دعوه من عند لوغانيزم تاع ميبو باش نقوم بمحاضره فيما يخص سرطان الثدي، وهذه المحاضره ولا الفورماسيون تكوين الاطباء دي جون ميديسان اللي رايحين يقوموا ب كارافان دو سنسيبيليزاسيون، معناتها رايحين يديروا كامل الولايات حتى يعني في الجزائر ويديروا كامل الولايات، رايحين يوعوا الناس بالسرطان تاعي، رايحين يعطوهم المعلومات عن يعني كل الخطوره تاعو كيفاش رايحين نتفاداوه، وهذا الشيء يعني فرحني بزاف باسكو حنا رانا نشوفوا اللي رانا في شهر اكتوبر الماضي، وكل عام نهضروا ونكرروا يعني باش نقول لهم الناس لازم الكشف المبكر باسكو اليوم الاساس يعني، ونقدر نقول لكم حتى يعني الوقايه من السرطان هي الكشف المبكر، ما كانش تلقيح. دونك الكشف المبكر شنو هو؟ المراه اللي عندها 40 سنه والفوق لازم تكون دير الماموغرافي تاعها، تبداها من الربعينات كل عامين تعاودها، واللي عندها حاجه ما تستناش 40 سنه تروح تمشي عند الطبيب وتكشف على صدرها، خاصه اللي عندهم يعني وراثه تاع السرطانات. دونك هذا الشيء كان اليوم قلنا به. المحاضره تقريبا جوزنا ساعه، كانت اسئله يعني في محلها وهي رديت عليهم. الوصايا اللي راح نوجهها للمراه اليوم، المراه الجزائريه مهما كان السن تاعها لازم تهتم بصحتها، على خاطرش واحد ما رايح يعني يهتم بصحته كيما انت، كل وحده راهي طبيبه نفسها. طبيبه نفسها كيفاش؟ انا نقول مثلا للمراه اللي عندها 40 سنه وفوق الكشف المبكر هو الطريقه يعني الوحيده واهم طريقه اللي راح تسمح لك انك تكشفي على حاجه في الثدي تاعك في مرحله صفر. وانا كي نقول مرحله صفر معناتها سرطان في الماء، يعني اذا كاين غير حاجه غير طبيعيه في الثدي تاعها تروح تمشي عند الطبيب، وهي ثاني يعني ماشي